الان متواجدين على مستوى هذه المنطقه الرطبه او ما يسمى لاك دو سينيا. هذه المنطقه هذه الكل يعرفها باللي بشاني هي من بين اجمل المناطق في ولايه وهران، ولكن للاسف لسنوات وهي تستعمل يعني كمركز لوضع النفايات بمختلف انواعها وخاصه النفايات الصلبه. واليوم يعني قررنا باللي باش هذه المنطقه هذه وجب علينا تنظيفها وكذلك تهيئتها لاستغلالها يعني احسن استغلال من طرف الوهرانيين في القريب العاجل. في كذلك العمليات نتاع التنظيف للقضاء على كل النقاط السوداء والذي احصيناها وعددها 16 نقطه سوداء على مستوى الولايه.